طيب نروح للنادي الاهلي علشان خاطر برضه بسرعه كده اخبار نادي الاهلي للمتابعين في هذا الحصاد، لان حصاد اليوم طبعا اللي بيبقى الساعه 11 بنجيب فيه حصاد الزمالك وحصاد الاهلي واهم الاخبار اللي موجوده. النادي الاهلي النهارده حصل على حكم قضائي مهم جدا اعلن عنه الاهلي وارسله للاعلام اهو قدامكم، حبس جهاد الغزالي بتهمة سب محمود الخطيب. قضت محكمة الجنح برئاسة المستشار رامي منصور بحبس رجل الأعمال، هو الخبر قدامكم هو رجل الأعمال الشهير جهاد محمد نصر الدين الغزالي وشهرته جهاد الغزالي لمدة 3 أشهر مع الشغل والنفاذ وكفالة 10,000 جنيه وتغريمه 15,000 جنيه و1,000 جنيه تعويض، وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك بتهمة سب وإهانة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. ده موضوع مهم جدا، وإحنا كنا انفردنا مع الاستاذ احمد السيد بلستة من الاسماء، مش عايزين نقول عشان خاطر ما نتكلمش مع حد غير لما عن حد غير لما يصدر في حقه حكم، ان الاهلي قرر مقاضاة العديد من اللي سبوا النادي الاهلي وتسامح في حق بعض الناس وانتهت امور بعض الناس بالتصالح. ولكن خلينا استاذ احمد السيد، مساء الخير. مساء النور، اهلا بك يا استاذ عبد الناصر واهلا بكل متابعينك. يعني خلينا كده يا استاذ احمد ناخد حصاد الاهلي منك ونبدا من هذا الحكم الذي انصف محمود الخطيب في حق جهاد الغزالي الذي ثبت عليه تهمه السب والقذف، وتم النهارده حكم بحبسه 3 أشهر مع الشغل والنفاذ وكفاله 10,000 جنيه وتغريمه 15,000 جنيه و1,000 جنيه على سبيل التعويض، ولكن الخبر مش كاتب اذا كان غيابي ولا حضوري، وما عرفناش نتواصل مع الاستاذ جهاد الغزالي عشان نجيب منه تعقيب على الحكم او نعرف انه غيابي او حضوري بحضور محامي، يعني لان ده مهم جدا نعرف المعلومه دي. اتفضل يا استاذ. لكن خليني ابدا فعلا ان زي ما حضرتك قلت مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب يعني قرر اللجوء قانونيا زي ما حضرتك عارف يعني مقاضاه كل من تعرض لسمعه واسره الكابتن محمود الخطيب واسره مجلس اداره النادي الاهلي سواء بالسب والشتم، ده وفقا لتكليف رسمي من مجلس اداره النادي الاهلي المستشار القانوني للنادي محمد عثمان اللي اتخذ يعني الاجراءات القانونيه ضد المسيئين للاهلي زي ما حضرتك عارف كان منهم الغزالي واللي كان يعني قاضي حمله ممنهجه وكان ومنهم مرتضى منصور، ولكن عشان الحصانه لم يتم التحقيق معاه فتحركت باقي القضايا وتجمدت قضيه مرتضى منصور. وده بيؤكد هنا ان فعلا مجلس اداره النادي الاهلي بيدافع عن حقوقه، ولما القانون طبعا بيتنفذ وفقا في محكمه وفي قضيه وفي مرافعه وفي قرار فواجب التنفيذ، هو ده الطبيعي، هو ده الامور اللي يعني حد اخطا فبيتم معاقبته، ده اللي احنا بنعرفه. فمجلس اداره النادي الاهلي لجا للدفاع عن حقوقه بالقانون وحصل عليها، ما فيش اي مشكله، وده بيؤكد احترام مجلس اداره النادي الاهلي لسياده القانون. وفي زي ما حضرتك قلت كمان بعض القضايا ما زالت مرفوعه، واعتقد الاحكام ستاتي تباعا طالما الاهلي يلجا الى حمايه حقوقه والحفاظ على حقوقه بالقانون. طيب طمنا بقى، قول لنا اخبار الاستعدادات والتشكيل المتوقع بعد ساعات لمباراه بني سويف. خلينا نبدا كده، الاهلي قدم مران خفيف وعلى طول يعني المدير الفني فايلر اعلن قائمه الفريق لبني سويف المباراه زي ما حضرتك عارف في 7:30 مساء في استاد القاهره. المستبعدين نبدا بقول المستبعدين ان هم المستر فايلر استبعد 12 لاعب مره واحده، ويمكن كنا اتكلمنا مع حضرتك هنا وقلنا ان هيكون في استبعاد لبعض العناصر الاساسيه علشان يكون راحتهم طبعا قبل لقاء الهلال السوداني يوم الجمعه القادمه. فالمستر فايلر استبعد كل من يعني محمد الشناوي في حراسه المرمى، استبعد كمان محمد هاني، استبعد رامي ربيعه، استبعد السوليه، رمضان صبحي، جونيور اجاييه، دول استبعدهم من اجل راحتهم. لعدم الجاهزيه الطبيه استبعد طبعا محمود متولي وعلي معلول وحمدي فتحي وصالح جمعه اللي قالوا لنا ان هو عنده شد في العضله الضمه ايضا، كذلك محمد محمود. امال ليه قصه ما قيل ان في طرد لصالح جمعه حصل ولا مش عارف ايه حاجه زي كده؟ لا
لا لا ما فيش الكلام ده تماما. هو حتى زي ما قلت لحضرتك شارك في مران بدني بس بالامس، النهارده نفس القصه كذلك، وتم استبعاده لان هو الجهاز الطبي قال لنا عنده الام في العضله الضمه، لكن يعني مش شد كبير، فخلال ايام هينزل التمرين مره اخرى، لكن ما فيش استبعاد او حاجه مثل هذا القبيل. يعني بالعكس هو كان ليه تصريحات منذ ايام ان هو بيتمرن بقوه من اجل ان يعود يعني لتشكيله الهلال الاساسيه، نتمنى ان هو يصدق في كلامه. يعني قائمة بقى بني سويف، النادي الاهلي اختار 18 لاعب، خلينا نقولهم: في حراسة المرمى شريف اكرامي وعلي لطفي، خط الدفاع موجود احمد فتحي وايمن اشرف وسعد سمير وياسر ابراهيم محمود وحيد وحسين السيد، اللي بيعود حسين السيد لقائمة الاهلي يعني لاول مرة هذا الموسم. يعني خط الوسط موجود حسام الشحات واليو ديانج وعمار حمدي ايضا اللي بيعود بنجم منتخب الاولمبي تحت 23 سنة، كذلك احمد الشيخ وليد سليمان حسين الشحات جيرالدو، وخط الهجوم وليد ازار ومروان محسن وايضا يتواجد صلاح محسن. زي ما حضرتك عارف الشناوي كده مستر فايلر بيريحه من المتوقع البدء بشريف اكرامي. مستر فايلر هيكون حابب يعني ان هو انها خلي بالك العالم كله بيعمل كده في الكاس، بس في ناس قلقانة من الاهلي، يعني بيقول لك لازم نهتم ببطوله الكاس لانها غايبه عننا ليها فتره، ولكن العالم كله بيعمل كده دون ان ينظر يحقق بطوله ولا لا، لانه دايما العالم بينظر الى حاجتين: البطوله القاريه والدوري. كل الدنيا كده، وبنشوف ليفربول ومانشستر وبنشوف برشلونه وريال مدريد، كل الناس بتعمل كده. هيكون كمان فايلر حابب يجرب زي ما قلت سعد سمير وياسر ابراهيم، كمان هيكون حابب يجرب يعني في مركز المدافع زي ما انا قلت ياسر ابراهيم، كمان هيكون في تجربه وفرصه جيده للبدء بحسام عاشور واليو ديانج، اعتقد فرصه مهمه لتجربه بعض البدلاء او بعض العناصر الغير اساسيه ده قبل لقاء يعني يوم الجمعه، لقاء الاهم لقاء الهلال السودان. كان في زي ما انا قلت لحضرتك يعني جلسة مهمة جدا يعني قبل المران لمستر فايلر اللي أكد على ضرورة الاهتمام بهذه البطولة، كمان أكد على ضرورة الجدية في المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها، يعني حتى لا تأخذ المباراة محمل غير الفوارق باينة جدا النهاردة. فوز وادي دجلة 4-0 وفوز المقصة على فاركو، يعني الفوارق باينة جدا النهاردة، النتائج كانت كلها بتصب لصالح أندية الدوري الممتاز. كمان الكابتن حسام حسن النهاردة سموحة فازوا 2-0 على طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس. نتمنى التوفيق طبعا لكل الفرق إن شاء الله بإذن الله. عندنا كمان يعني شكوى النادي الاهلي في الاتحاد الافريقي بدات تاخذ مسلك يعني مختلف شويه. النهارده المهندس عادل القيعي قال ان المهندس هاني بوريدا بيساند الاهلي في يعني شكواه، وان في اتصالات على اعلى مستوى في الكاف ومن اجل تطبيق طلبات النادي الاهلي سواء تطبيق تقنيه الفار. النهارده شفنا كمان الناس بتنشر فيديو لحكم اللقاء البتسواني في لقاء النجم الساحلي وفريق الوداد احدى اللقاءات الاخيره، وكان برضه ليه حاله طرد شهيره غريبه كده عجيبه، فواضح ان الحكم ده عليه العديد من الشبهات. فنتمنى دايما يعني الاتحاد الافريقي يلحق هذه الازمات مبكرا، كمان يعني نتمنى ان الامور تكون افضل وافضل. الاهلي بيسعى لزياده اعداد الجماهير زي ما قلت في مباراه الهلال السوداني ل 30,000 والمعلن 10,000، بيحاول يخليهم 30,000، نتمنى ان هم يزيدوا في الفتره القادمه. بعد ما الاهلي يؤدي مران يوم الثلاثاء عنده تدريب الاربع بدون راحة، ثم الخميس سيعلن مستر فايلر قائمته لمباراة الهلال السوداني اللي بالمناسبة خلال ساعات هيصل ليها القاهرة فريق الهلال السوداني طبعا بعد ما فاز على فريق حي الوادي بهدف دون رد في الدوري السوداني في المباراة اللي قيمت اليوم، يعني ويرفع رصيده للنقطة 22 في المركز الثالث في جدول الدوري السوداني. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد السيد على كل هذه المعلومات في ملف النادي الأهلي وحصاد الاثنين في هذا اللايف المهم. ده كان كل الحصاد، والله النهاردة تعبت جدا عشان أجمع لكم كل الأخبار دي. بشكر زملائي علاء حمام والأستاذ أحمد السيد، وبشكر كل الناس، وخلي بالكم أن في حوار مهم جدا أعلن عنه، مش عارف هيتم ولا لا، مع الأستاذ هاني حتحوت الإعلامي الشهير في برنامجه الشهير الماتش مع حمدي النقاز، يستحق المشاهدة. نلتقي في لايف جديد، وتحياتي لكل اللي كتبوا التعليقات عن اقراها ان شاء الله بعدين في اللايف اللي جاي، لان انا والله خلاص يعني الله يكون في عوني. فالمهم ما تنسوش نشير ومنشن لكل الاصدقاء،
ونشترك على قناة عبد الناصر زيدان ونعمل إعجاب للفيديو ونفعل زر الجرس عشان انتوا شايفين اللايفات بتبقى على حسب الأحداث، مش قادرين نحدد ميعاد معين رغم إن ميعادنا السبت 11 بالليل. اللايف ده مليان عصافير إن شاء الله بإذن الله يعني. وتحياتي لكل العصافير اللي موجودين في اللايف عادي يعني، ما فيش مشكلة، ما بنردش، بس عايز أمسي عليهم الأباجورة، بس الأباجورة دي بتتعبهم نفسيا عشان العصافير كتيرة جدا. وبعد كده بدل ما تيجوا وتلقطوا عيشكم هنا، مش عايز اتكلم بس عشان جمهور الزمالك عظيم وانتوا شلة عملاء، ما ينفعش ان انا ارد عليكم. تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.